تعالي رضيها يلا. شهد النجول. مرحبا، كيفكم؟ طبعا اليوم في عنا تحدي كتير حلو، وهاي الرسمة فيها الوان وهاي الصورة وهاي الخشبة وهاي الوان هنا عشان نتنور. وقفت الحكي تبعي. اليوم عنا هاي الرسمة، طبعا اليوم التحدي إننا نلون الرسمة بالرمل. طبعا انا كثير 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 متحمسه لانه في هاي الالوان، وهلا بدي احكي لكم شو الالوان. اللي احلى اللي رسمته هو احلى بيفوز. يلا خلينا نفتحها. حمس، مش قادره استحمل الحماس. راح تلون بالرمل مو بالالوان العاديه. يلا نبدا. هلا شايفين هذا الخشب، تشيلوا فيها هاي السودا، تشيلوا من الطرف بعدين تشيلوها وبتلونوا فوقيتها بسرعة قبل ما تنشف. يلا يلا ايش رح تختاري شهد لارا؟ هيا انا هختار بيك. لحظة ايش، خلينا نشوف جود. هلأ بيلزق الرمل بعد ما شلت هاي من فوقيها. بيلزق الرمل زي هيك. ما بنعمل طبعا الرسمة كتير حتعجبكم كتير كتير، وانتو حتعجبكم كمان. يلا نشوف مين احلى. يلا اي لون بدك تختاري شهد؟ بينك. هلا شو رأيك تحطي للطاقية كلها، يعني بتشيلي كل استيكر الطاقية كله؟ انا جعبالي. بتحبي لونين ولا لون؟ لونين. طيب اوكي يلا حاشيل هاي. هاي جود تساوي بالشعر، تتلون الشعر اول شيء. اوكي انا حاشيل الثانيه. اصلا انا شعبالي الونه لانه هو هو هيك شعرها. شهد رح تلون الطاقيه من هون ومن هون، مش حابه يعني. طلع هاي الصوره، هاي الصوره بنخلي تشوفها. هاي الشعر الرسمه كيف ملونه. ابلش يلا بلشتي. ايوه هيك على الخفيف، هيك يعني الوان خفيفه. يلا هلا اللي فوق. لا مش اللي فوق، كمان كمان اللي فوق. مو بدك بينك؟ مش كله بينك. يلا يلا صح صح. اوكي جايز، مين متحمس يشوف؟ واحد من الثلاث. او ماي جاد، اتس او واحد. اللون البرتقالي. يا جماعة او ماي جادنس جايز، انا مديته. فرجينا اياه. شهود شو صار معك؟ يلا هلا بدي احط هون بنفسجي وعليهم لانه في فراغ شوي فتطلع احلى. يلا احط لون بنفسجي. دور من الجزء الثاني ليس. هلا بدي اوزعه زي ما شفتوا. واو بيرفكت شوت، بيرفكت كثير حلو. يلا هي خلص حلوة شطورة. يا عيني شو الرسمة الحلوة يا حمص. أنا هلأ قاعدة عم
لكم. خلص وقفت لأنه في كتير هلأ بوزعهم. طلع مش كله يعني على الجنب نفسه، فصيروا وزعهم هيك على الجنب. أنا هيني بختار هيبر بس فيه شوي ما فيه جيد. قولي في أبيض؟ بسم الله بأسمي شوف الرسمة منيح جود؟ اه حلوة كتير. واو في هون ابيض، هون ابيض حطينا حلوة. طيب يلا عادي كل واحدة تفرجينا رسمتها هلا. مين احلى؟ بس وحدة لازم، بس وحدة. هاي رسمة جود، نقرب عليها شوي. هاي رسمة لازم بس واحدة. شهد لازم بس واحدة. هلا رح احكي مين احلى. واحدة بس، بس بدون زعل ماشي. ما تزعلوا ماشي. الرسمة الاحلى رسمة، يعني هي شوي لانها هي ارتب، فهي رسمة جود. بدي تعديها. رسمتين حلوين، انت حلوة ورسمة جود حلوة. بس هي كده واحدة، ما هو وحدة. مين الارتب شوي؟ مين؟ ماما. تعد جود ارتب شوي صح؟ بس هم التنتين حلوين بالاخر صح؟ يعني انت فنانة وهي فنانة. بس انا على رسمة جود ارتب لانه انا ساعدتها، هيك بتقول شهد. ساعدتها شوي انا، بس هي اختارت الالوان صح؟ خلص ما بدنا نزعل ماشي شهد؟ انتي وهي كتير حلوين. لا بس احنا عقلنا وعدة. الواحد لانها ارتب شوي جود. صح؟ عادي. مرات بنربح مرات بنخسر عادي. اوكي؟ عادي انا مرة مرة. ماشي؟ مرة خسرت وما زعلت. تعالي راضيها يلا. يلا لا تزعلي. مو بتحبي اختك انتي؟ لما تفوز اختك كانه انتي فزتي، ولما تفوزي انتي كانه جود فازت صح؟ لعبه هاي تحدي عادي، لعب تسلايه صح؟